أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الندوة الخاصة التي تبحث في الوضع في العراق خلال سنة 2017. ضيوف الندوة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين. طبعا ملف المعتقلين والملف الحقوقي في العراق خلال سنة 2017 شهد المزيد من الانحدار عبر الإعدامات الجماعية التي شهدت أو تلقت إدانات دولية من منظمة هيومن رايتس ووش ومن الأمم المتحدة. نشاهد هذا التقرير عن الوضع الحقوقي ووضع المعتقلين في العراق، ثم نعود لنبدأ النقاش. نشعر بالصدمة والفزع الشديدين من عمليات الإعدام الجماعية التي نفذتها حكومة العراق بحق 38 سجيناً شنقاً في سجن الناصرية جنوبي البلاد قبل عدة أيام. هذا ما قالته الأمم المتحدة، واعتبرت المنظمة أن عيوب القضاء العراقي تضاعف الشكوك بشأن حصول المدانين على محاكمة عادلة. بهذا القضاء المحطم كما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش في مناسبة سابقة، ما زالت الحكومات التي حكمت العراق منذ عام 2003 وحتى الآن تحاكم من تتهمهم بالضلوع فيما تصفه بالأعمال الإرهابية وتنفذ بهم عمليات الإعدام الجماعية كما جرى مؤخرا في سجن الناصرية. العراق الجديد يحج بالسجون السرية التي تديرها الميليشيات وفرق الموت الطائفية والسجون العلنية التي تتبع للحكومة حيث يقبع فيها آلاف المعتقلين. حكومة العراق لا تملك أي سلطة على السجون السرية، لا سيما بعد تنامي هيمنة وسيطرة ميليشيات الحشد بعد إعلان ما يعرف بقانون الحشد الشعبي الذي تحولت بموجبه الميليشيات إلى قوات مستقلة تتبع للحكومة لها موازنتها الخاصة ودعمها العسكري، ما أدى بالتالي لازدياد الانتهاكات التي تتورط بها. النائب أحمد السلماني كشف أن هذه الميليشيات ارتكبت جرائم بدوافع طائفية وأنها ما زالت تحتجز أكثر من 6000 مدني خطفوا في منطقة الرزازة والصقلاوية وغيرها، ومصيرهم مجهول حتى الآن، لكن ثمة من يذهب إلى أن الرقم أكبر بكثير. منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها اتهمت الميليشيات بارتكاب جرائم تطهير طائفي في مناطق عدة من العراق، والتورط بعمليات تغييب وإخفاء قسري لسكان قرويين، وحرق وسرقة ممتلكات المواطنين في البلدات التي دخلتها، معتبرة أن عمليات القتل والتعذيب أمر ممنهج لدى تلك الميليشيات. وقالت المنظمة الدولية أنها تملك أدلة على أن هذه الميليشيات ارتكبت عمليات قتل بحق السنة في العراق كالإعدامات العشوائية. أما هيئة علماء المسلمين فقد أكدت أن عدد الذين أفصحت الحكومة في بغداد عن تنفيذ الإعدام بحقهم منذ بداية هذا العام ارتفع إلى 132 سجيناً، وأن السلطات الحكومية تعتمد في أحكامها هذه على البلاغات الكاذبة والمخبر السري وإجراءات الاستجواب غير القانونية، إلى جانب الانتهاكات الصارخة لحقوق الموقوفين في أثناء التحقيق وانعقاد المحاكم الشكلية التي يجري خلالها إدانة المتهمين فيها استناداً إلى اعترافات تحت التعذيب يجبر فيها المعتقلون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وتكون عقوبتها الإعدام في الغالب. نتحول الآن إلى لندن لنشرك معنا الأستاذ صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. مساء الخير أستاذ صباح. مساء الخير، أهلاً وسهلاً. منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت القضاء في العراق في بيان سابق أنه قضاء محطم ولا يعتد بأحكامه، والأمم المتحدة علقت على عملية الإعدام الجماعية التي جرت في سجن الناصرية المركزي بأنه هذه الإعدامات أو المحاكمات تتم وفق عدالة منقوصة. كيف لمجتمع دولي ومنظمات التعاطي مع نظام سياسي تعتبر قضاء محطم أو أنه يتعامل مع المتهمين وفق عدالة منقوصة وبأحكام ثأرية وانتقامية؟ أولا يفترض أن العالم لا يقبل ذلك، ولكن مع شديد الأسف أن هذا هو الوضع الحالي، لأن العالم هو الذي قام بتدمير العراق، هو الذي احتل العراق، العالم، الدول الغربية وأمريكا على وجه الخصوص، واستعملت الأمم المتحدة في تدمير ذلك البلد واحتلاله ووضع حكومة عميلة هناك لا تنتمي إلى هذا الوطن، وبالتالي تم تدمير ليس العراق فقط وإنما كل البنية التحتية وتحت التحتية
بما في ذلك وعلى وجه الخصوص القضاء العراقي. فبرمر الذي جاء إلى العراق من القرارات أو الأوامر الأولى التي أصدرها تسريح حوالي 50% من القيادات من القضاة العراقيين، وهذا الأمر كان له تأثير كبير جدا على تدمير الوضع القضائي في العراق. وبعد ذلك جاء بقضاة غير مؤهلين، إضافة إلى ذلك فإن القضاء حاليا يخضع إلى تدخلات سياسية والقضاء ليس مستقل، وأكثر من ذلك مرحلة الفساد التي يمر فيها العراق امتدت إلى القضاء، وبالتالي أصبح القضاء بالكامل سيء. يضاف إلى ذلك أن الكثير من العوامل الأخرى التي مر فيها العراق هذا العام، نعم، عام 2017 كان عام سيء فيما يتعلق بحقوق الإنسان في العراق من مختلف الجوانب. بدأ العام في كانون الثاني بإعدامات متعددة يعني عدد من الأشخاص، وفي شباب حصلت مظاهرات في المنطقة الخضراء تم قتل حوالي 7 أشخاص وإصابة 350 شخص. في منتصف العام في شهر حزيران تم تعديل قانون المرافعات الجزائية العراقية بحيث أصبح يعدم الإنسان حتى بدون موافقة رئاسة الجمهورية، وهذا أمر يخالف حتى الدستور الذي يقومون بتطبيقه، لأن الدستور العراقي ينص على بل إن زعماء الميليشيات كانت تهدد الحكومة أنها إذا لم تعدم المعتقلين في السجون فإنها ستقتحم السجون وتعدمهم بأنفسها بنفسها. هذا جزء من الوضع الآخر. أنا كنت أتحدث فقط على القضاء، نعم، لكن الآن إذا تكلمنا على موضوع الدولة، ليس هناك حكومة في هذا البلد. الوزراء كل واحد يتكلم كما يشاء، ليس هناك وزراء مسؤولين. البرلمان كافة أعضاء البرلمان يتقاضون أموالا طائلة لكي يعتاشوا دون أن يقوموا بتحقيق شيء. قاموا بتمرير كل القوانين الظالمة، وافقوا على كل الأشياء غير المعقولة. الميليشيات الآن في العراق حتى بموجب الدستور العراقي الموجود لا يجوز توافر قوات ميليشيات. مع ذلك الميليشيات الآن بالمئات، والميليشيات الآن يعني من وجهة نظر قانونية وقضائية بحتة، هل ما يجري في العراق من محاكمات وبالتالي تنتهي في إعدامات وإعدامات جماعية، هل هذه المحاكمات ترمي إلى تحقيق العدالة وإنصاف ذوي الضحايا؟ إطلاقا النظام العقابي في العالم كله سواء كان إعدامات أو غيره، النظام العقابي هو لتحقيق العدالة وليس للانتقام، هذه من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، تحقيق العدالة بما في ذلك الإعدام يجب أن يكون ذا صفة عادلة، ليس تمييزيا ضد فئة معينة أو أشخاص يحملون فكر سياسي معين أو من طائفة معينة أو من عرق معين. ما هو الفرق بين الدولة الإسلامية التي يزعمها أبو بكر البغدادي وحكومة العبادي؟ الدولة الإسلامية هذه مع أبو بكر البغدادي اعتدت على الأيزيديين لأنهم أيزيديين، والعبادي وجماعته يتعرضون بالقتل إلى المدنيين في الموصل، وهذه إحدى الانتهاكات الهائلة في العراق عام 2017، لأنه تم تدمير 3 مدن العراق، المنطقة الغربية الفلوجة والرمادي وعانة وغيرها، إضافة إلى الموصل والتكريت وسامراء وديالة. تم تدمير هذه المدن بحجة الإرهاب. هناك خلل في كافة المراحل، هناك خلل، وهذا هنا أتكلم من الناحية القانونية البحتة، نعم، لكن الوضع الحالي الموجود في العراق لا يمكن قبوله وفق أي معيار دولي. ومع ذلك أستاذ صباح، ما زالت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بالذات منذ 14 سنة تكتفي بالتشخيص والإدانة والمطالبة لما يجري من مسالخ بشرية، كما وصفتها في مناسبة سابقة منظمة العفو الدولية، أنه ما يجري من إعدامات في العراق مسالخ بشرية. صحيح، وهناك إجراءين يجب أن يقوم بها المجتمع الدولي. الإجراء الأول أن تقوم كافة الدول التي تدعي أنها دول تحمي حقوق الإنسان بما فيها الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من الدول، أن تضع ضغطا على الحكومة العراقية لإيقاف هذه الانتهاكات. لا يجوز أن تستمر عملية القتل العشوائي والاختفاء القسري
والإعدامات غير الرسمية والسجون السرية، ومع ذلك تستمر هذه الدول في التعامل مع الحكومة بتزويدها بالسلاح. كيف الحكومة ستتوقف أستاذ صباح والجامعة العربية تقول إن حرب العراق، حرب حكومة العراق على الإرهاب نموذج يحتذى به، يجب التأسي به؟ والله يا أخي المشكلة اللي عندنا الآن أن الدول العربية أصبحت أسوأ من الدول الغربية، والدول الإسلامية ليس لها صوت، وبالتالي أصبحنا نتمنى أن يقوم الفرنسيين والأمريكان بحماية حقوق الإنسان مال العرب والمسلمين، في حين أن الدول العربية هي التي تمنح القدس وهي التي تؤيد تعتبر أن ذلك إرهاب، وتقوم حتى بإرهاب أبنائها في تلك الدول، وبالتالي نعم تتأسى بالعراق وتتبع الخطوات العراقية، وهذه هي هذا هو الثمن الذي يجعل هذا هو الموقف الذي يجعل الفرد العراقي المدني المسلم العربي يدفع ثمنا باهظا لقاء تخلي المجتمع الدولي بالكامل بما فيه الدول العربية والدول الإسلامية والدول المجاورة عن العراقيين. شكرا الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامي العرب في لندن، شكرا جزيلا. دكتور رافع بدقيقة، إلى ما تستند الحكومة في المضي في هذه المسالخ البشرية كما وصفتها العفو الدولية، على الرغم من كل هذه الضجة والتقارير الحقوقية والإدانة والفزع؟ الأمم المتحدة تقول شعرنا بالفزع الشديد إزاء هذا الإعدام الجماعي في سجن ناصرية، ماضية وكأنها في كوكب آخر. دعني أقول بشكل سريع جدا أولاً، لا يمكن الحديث من العبث أجد الحديث عن القضاء في العراق وعن عدالة في العراق في ظل فوضى في سياسية واقتصادية ودولة فاشلة، لا يمكن الحديث عن وضع منفلت فوضى وعدالة منضبطة، لا يمكن، هذا وضع غير طبيعي ولا يمكن قبوله، هذا أولا. ثانيا، الوضع في العراق محكوم بيد قوى دولية وقوى إقليمية، هي من أعطت الضوء الأخضر لكل هذا الخراب، لكل هذا التغول، لكل هذا الفساد والخراب الموجود بالعراق، لكل هذه الانتهاكات الشديدة. الهراوة الأمريكية مرفوعة، لو لم تكن أمريكا هكذا، لنفترض لو لم تكن أمريكا لها يد في العراق في احتلال العراق وما حصل في العراق، هل كان يمكن لهذه القوى أن تفعل هذا؟ نعم. لو كان الغرب غير مساندا لهذه الفكرة، يعتقدوا أنه هذا النموذج هو النموذج المطلوب، لكن هذا النموذج هل يفيد العراقيين؟ هل هو في صالح البلد العراق بعربة بكرد؟ غير معنيين به، وهذه الحقيقة. وهؤلاء يستندون إلى هذا الحائط، لكن هل يستمر هذا الاستناد؟ أنا لا أعتقد. أيضا في العام 2017 تفاقمت أزمة النازحين، ازدادت بالأعداد المليونية، الملف ما زال مفتوحا، الحكومة ترفض إعادة الكثير من النازحين إلى مناطقهم بتبريرات أمنية. نشاهد هذا التقرير المصور ثم نعود لإكمال النقاش. تتضاعف الصعوبات أمام نازحي العراق واستمرار الإهمال الحكومي والدولي لمأساتهم، فغالبيتهم يسكنون في معسكرات نزوح غير صالحة للحياة الإنسانية. ومنذ كانون الثاني 2014 وحتى 30 من تشرين الأول 2017، أعلنت إدارة الهجرة الدولية أن أعداد النازحين في العراق بلغ 3,174,000. ومحافظة نينوى تعد من أكبر المحافظات الشاهدة على عمليات النزوح الداخلي، فوصلت الأعداد إلى أكثر من 987,000 نازح. منظمة الهجرة الدولية أكدت أن أعداد النازحين في العراق بلغ نحو 5,400,000 شخص، ما زال أكثر من نصفهم لا يستطيعون العودة إلى مدنهم بسبب تدمير منازلهم. وفي أيلول الماضي أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن عدد النازحين في العراق منذ عام 2014 بلغ 5,400,000 شخص. أثبتت السنوات الماضية أن دور الحكومة عبر وزارة الهجرة والمهجرين ليس بمستوى الحدث، وربما مقتصر على تقديم بعض السلات الغذائية، وهذا لا يكفي لإنهاء معاناتهم، لأنهم بحاجة إلى حلول جذرية وليس إلى سلات غذائية تبقيهم على قيد الحياة. الحكومة ليس لديها رؤية واضحة لإعادة النازحين وإعمار المناطق المدمرة، وهناك 400,000 شخص لم يعودوا بعد إلى صلاح الدين، و 230,000 نازح لم يعودوا إلى الآن إلى بيجي،
أما مدينة الموصل فقد أكدت العديد من الأطراف المحلية والدولية أن المدينة لم تعد صالحة للعيش. وسبق للمدير الأقدم لبعثة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بيرلود هامر أن كشف عن اتساع نطاق وجود المتفجرات في الموصل بشكل لم يسبق له مثيل. المفوضية العليا لحقوق الإنسان اتهمت وزارة الهجرة بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ومن النوعيات الرديئة والمتعفنة على النازحين في مخيمات الشهامة والكرامة في محافظة صلاح الدين. أما النائب عن صلاح الدين شعلان الكريم فأكد أن الحكومة ليس لديها رؤية واضحة لإعادة النازحين أو إعمار المناطق المدمرة، وهناك 400,000 شخص لم يعودوا حتى الآن إلى صلاح الدين، بالإضافة إلى 65% من عربي قضاء طوز وسكان القرى المحيطة بناحية آميرلي وسليمان بيك. وأكد الكريم أيضا أن تلك المناطق تعرضت إلى أضرار كبيرة نهاية عام 2015 ما تسبب في تدمير 1267 منزلا في 7 قرى محيطة بالطوز وآميرلي بشكل كامل. أما في ديالى فإن القوات المشتركة وميليشياتها تواصل منع النازحين من العودة إلى مناطقهم وقراهم بناحيتي جلولاء والسعدية في ديالى بدوافع طائفية لتغيير مناطقهم ديموغرافيا. قضية إعمار المدن العراقية المدمرة لا تقوى عليها حكومة بغداد وحدها، فهي بحاجة إلى مؤتمر دولي تنفيذي وليس شكليا لجميع التخصيصات المناسبة. وقبل انتهاء معارك الموصل كانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن حجم المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار المناطق المستعادة يقدر بنحو 100 مليار دولار، وخطة إعادة الاستقرار ستكون على مدى 10 سنوات. نتحول الآن إلى أربيل لنشرك معنا دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى للأعمال الإغاثية. مرحبا بك دكتور عبد القادر. حياكم الله، أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا دكتور. إذا أمكن ممكن تقدم لنا أو تقدم لنا مشاهداتك عن أوضاع النازحين في المخيمات من خلال عملكم الإغاثي، يعني كيف هي أوضاعهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لكم هذه تحت هذه الفرصة، وتحية لك ولضيوفة الكرام ولجميع مشاهدي قناة الرافدة. أهلا وسهلا. في الحقيقة الحديث عن معاناة النازحين ومأساتهم حديث ذو شجون، فمأساة النازحين كبيرة وقد اجتمع عليهم الخوف والجوع، الخوف من الموت الذي يلاحقهم حيث ساروا وهربوا بعد أن عاشوا أياما مهلكة تحت قصف الطائرات ومختلف الأسلحة التقليدية منها والمحرمة دوليا غير التقليدية، القصفور الأبيض الذي استعملته قوات التحالف الدولي وكثير من الأسلحة التي استخدمت في هذه الحرب لم تكن تفرق حقيقة بين المدني وبين المسلح. كانت البيوت تهدم على رؤوس أهلها، وأسف ما زالت كثير من هذه الجثث مدفونة لحد الآن تحت الأمطار. وهذه المشاهد شاهدها القاصي والداني عبر وسائل الإعلام والفضائيات وسائل التواصل الاجتماعي، والحديث يطول في ذلك ولا يمكن أن تعبر الكلمات عن حجم المأساة والكارثة التي حلت في هذه المدن. الناس في نعم تفضل تفضل. هذه الخسائر التي لحقت في الإنسان والبنيان هي الخسائر المنظورة، أما الخسائر غير المنظورة فهي أعظم وأشد في نظري، التي تمتد آثارها ربما لعشرات السنين. الحروب لها آثار وخسائر غير منظورة هذه. إذا سمحت لي فقط لأن الوقت ضيق، يعني من مشاهداتكم في يعني نشاطاتكم الإغاثية وزيارة المخيمات مخيمات اللاجئين مشاهدات، هل هؤلاء النازحون يحصلون على مستلزمات الأساسية الحياتية في هذه المخيمات تصلهم؟ بالتأكيد، يعني الحجم الكارثة والمأساة التي حلت بهم لا يمكن أن يعني يسدها الجهد الإغاثي الذي تقدمه المنظمات الدولية والإغاثية وأيضا جهود الحكومة، فهناك خلل وتقصير واضح في هذا الجانب. أنا أردت أن يعني أتكلم عن قصة هؤلاء النازحين حين يخرجون من بيوتهم ومأساتهم
نعم. ونحن كنا قد شاهدنا وقفنا على معاناتهم في وطريق طيرهم ونزوحهم من مناطقهم، ولا تسقط في الموصل التي شهدت أكبر مأساة هذا العصر. نعم. ومأساة النزوح والتهجير في مدينة الموصل، ومآسي شاهدناها عند جسر منيرة، هذا الجسر العام الوحيد الذي كان يربط بين الضفة اليمنى واليسرى لمدينة الموصل. هناك قصص مأساوية سمعناها وشاهدناها بأنفسنا في هؤلاء النازحين. أما بعد دخولهم إلى مخيمات النزوح فأيضا هناك مأساة أخرى، وهناك تنتظرهم مشاكل أخرى، يعني الخوف من المجهول وانتظار المجهول هو أبرز ما يميز هذه. يعني هناك نقص كبير في موضوع الغذاء والدواء. طيب أنتم بس لضيق الوقت، أنتم كمنظمة إغاثية ما هي التحديات أو الصعوبات التي واجهتكم في تقديم المعونات الإغاثية لهؤلاء النازحين؟ هل ثمة تسهيلات لكم من الحكومة أم ثمة صعوبات تواجهونها؟ بالتأكيد يعني هناك تحديات، هناك معوقات كثيرة واجهت المنظمة وجميع المنظمات الإغاثية التي كانت تعمل ضمن هذا الإطار. هناك يعني طبيعة العمل الإغاثي الإنساني هو الذي يتوب في مناطق الحروب والنزاعات، هناك مخاطر وصعوبات يعني تحيط بهذا العمل، مخاطر الأمنية بالدرجة الأساس. يعني كنا ندخل إلى مناطق الصراع والمواجهات يعني قريبة، في مناطق قريبة جدا، وهناك يعني كنا نسمع نشاهد القصف والجوي على هذه المناطق، فندخل هناك صعوبات في إيصال هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية للنازحين من حيث في المخيمات، هناك نوع من البيروقراطية المملة والروتين في استحصال الموافقات و قضايا، هناك يعني صعوبة في يعني الحكومة لا تيسر عملكم، لا تقدم تسهيلات لكم حقيقة. يعني هناك صعوبة، يعني هناك تعاون مع بعض المؤسسات التي كانت تعمل مسؤولة عن المخيمات، يعني هي كانت مؤسسة البرزاني مثلا كانت تقدم لنا تسهيلات في إيصال هذه المساعدات والإغاثية لي، لكن لم نكن يعني آثار العمل الحكومي او التسهيلات الحكوميه لم يكن بالمستوى المطلوب. يعني احنا بقينا فتره طويله يعني حتى نستحصل على موافق مثلا للوصول الى بعض المخيمات، كنا نواجه بالمنع لعدم وصول يعني حصول على موافقه وكتاب من المحافظه، وبعض الامور هذه كانت تعقيدات مررنا بها في كركوك وصلاح الدين. كنا نعود بالمواد الغازيه الانسانيه ويعني نعود ادراجا دون ان نوصلها، هذه كلها بسبب يعني طبعا هذه الامور العقبات التي يعني البيروقراطيه التي كانوا يتبعونها في نعم. المسؤولين على هذا الموضوع ملف النازحين ومخيمات النزوح. نعم. هل لدى منظمتكم تنسيق او تعاون مع منظمات حقوقيه اقليميه او دوليه تتلقون دعم منها مثلا؟ نحن منظمة المنصرة للإغاثة الإنسانية تعتمد درجة الأساس على مساعدات المحسنين والمتبرعين من أهل البلد الذين هم يعني مطلعين على أحوال النازحين. كانت لدينا يعني تعاون مع كثير من المنظمات المحلية وفي مقدمتها طبعا قسم الإغاثة لهيئة علماء المسلمين كان له دور بارز في هذه الحملات الإغاثية التي كنا نقدمها سوية في هذه المخيمات، وأيضا هناك مؤسسة البارزاني، هناك منظمة الفلوجة للإغاثة، رابطة أمة خطباء بغداد، رابطة صيادلة الموصل وغيرها منظمات، يعني كنا نتعاون معهم في بعض الحملات نوصل هذه المساعدات إلى مخيمات النزوح في مختلف المحافظات والمدن التي شهدت هذه النزوح، الموصل، صلاح الدين، أنبار، وتيالة وغيرها وكركوك. كنا نقدم يعني لمختلف يعني أطراف الشعب العراقي، يعني حقيقة لا نفرق يعني بين عربي وكردي وتركمان وغيرها، يعني مأساة كبيرة وهي تقع على الجميع.
كانت لنا حملات يعني في مختلف المجالات من في توفير الغذاء، توفير الدواء، حفر آبار في مدينة الموصل، يعني مجالات كثيرة. وبالتعاون تعاوننا نعم مع كثير منظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية الموجودة العاملة في الساحة. شكرا دكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية. دكتور عبد الحكيم خسرو، هل صار هذا الملف الإنساني البحث أيضا محل ابتزاز سياسي، أيضا يدخل في المساومات السياسية؟ هذا ملف إنساني بحت، يعني بالتأكيد ثمت إرادة أن يبقى مفتوحا. في دليل يعني في دليل، كان في قرار عقوبات على أقليم كردستان من البرلمان العراقي، نعم، وتم استدراج الكتل السنية للموافقة وتأييد القرار العقابي تجاه أقليم كردستان فقط لإضافة فقرة وإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعادة النازحين إلى جرف الصخر، ساوموهم إلى جرف الصخر. يعني 14 نقطة عقابية على أقليم كردستان، نقطة واحدة للسنة اللي كان هو مسألة النازحين. يعني وصل كل مطالب أهل السنة الآن، مطالب ساحات الاعتصام، المطالب السابقة السياسية اللي كانت موجودة الآن انتهت، هناك فقط مطلب واحد، أرجعونا إلى مناطقنا ويقوموا بإعادة بناء مناطقنا. يعني هذا. وطبعا بالمقابل في إقليم كردستان أيضا السياسات المتبعة تجاه إقليم كردستان أصبح كل شيء الآن مرهون بالرواتب، يعني أعطونا الرواتب نقبل بكل شيء. طبعا هذه سياسة ممنهجة، سياسة التعامل مع النازحين حقيقة سياسة غير أخلاقية، حتى الحكومة العراقية تعاملت بصورة غير أخلاقية مع النازحين بصورة عامة. أنا كنت شاهد حول يعني العديد من المواقف فيما يتعلق بالمواقف بالحكومة الاتحادية وعملها، كان هناك لجنة لمساعدة النازحين ولكن أموال النازحين التي كان من المفروض أن تصل إلى النازحين ذهبت إلى جيوب الفاسدين. وأيضا مثلا تم استخدام النازحين لمسائل سياسيه باعتبار ورقه سياسيه بين الكتل السياسيه، كيفيه التعامل مع هذه القضيه. اصبح انه الان رئيس الكتله الفلانيه يقوم باعاده 500 عائله او 400 عائله الى مناطقهم باستحصال موافقات استثنائيه من الحكومه الاتحاديه لكي يقوموا بالتصويت لهم في الانتخابات القادمه. يعني حقيقة ملف النازحين في العراق ملف غير أخلاقي مليء بهذه الأمور التي من الممكن الحديث عنها. فقط أريد أن أشير نقطة فيما يتعلق بمسألة الإعدامات والمحاكم. فقط للمعلومات، هناك موافقة من الأمم المتحدة بتشكيل محاكم داخلية عراقية للتحقيق بالجرائم الدولية، جرائم داعش، وهذا طبعا غير منصف. كان هناك طلب من إقليم كردستان بأن تشكل محاكم دولية لجرائم داعش باعتبار هي أكثر مهنية وأكثر منصفة، لكن الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع اليونامي، مع الأسف عمل اليونامي غير موفق، وحتى هناك اتهامات غير موفق غير نزيه، غير نزيه، حتى يعني من الممكن اتهامها بالفساد فيما يتعلق بالميل للحكومة الاتحادية والعمل وفق أجندات الحكومة الاتحادية. قاموا بتشكيل هذه المحاكم، وهناك مشروع قانون بموجب هذا المشروع، مشروع القانون للتحقيق بجرائم داعش أو لمحاكمة جرائم داعش، أتصور بأن نصف السكان الموجودين في هذه المناطق سيتهمون بالتورط مع داعش. وبالتالي لابد من وجود عدالة انتقالية، وهذه العدالة الانتقالية يجب أن تكون من ضمنها إلغاء أحكام الإعدام نهائيا كما حصل في إقليم كردستان. في إقليم كردستان لا يوجد أحكام إعدام، حتى إذا كان هناك حكم للإعدام هناك موقف التنفيذ في المرحلة الحالية. نعم، 2017 أيضا شهد تدهور اقتصادي وأزمة مالية خانقة، وهناك تقرير لصندوق النقد الدولي تحدث عن الاقتصاد العراقي أنه دخل مرحلة الخطر وأن المديونية ستتفاقم. سنتحدث عن هذا الموضوع لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير عن الواقع الاقتصادي في العراق. يعاني العراق حاليا من أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يمر بها منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما فرض الحصار الاقتصادي على العراق بقرار مجلس الأمن رقم 661 واستمر عدة سنوات جراء سوء إدارة المال العام والتصرف بأموال العراق بدون تخطيط اقتصادي ومالي سليم.
برغم الموارد الاقتصادية الهائلة كوجود النفط الذي يمتلك العراق منه ثاني احتياطي في العالم وموارد مائية، إضافة إلى القوى العاملة التي تقدر بأكثر من 10 مليون نسمة قادرة على العمل. ومما فاقم من هذه الأزمة هو إنفاق الحكومة مبالغ كبيرة كميزانية حرب منذ حزيران 2014 ولغاية الوقت الحاضر، ما أضاف تحديا وسببا أساسيا في الأزمة الاقتصادية والمالية. أما القطاع الخاص فمنذ عام 2003 ولغاية الآن فهو يعاني من الضياع وضعف الدعم الحكومي وتشتت الرؤى في تحديد دوره الأساسي في صناعة القرار الاقتصادي وعدم تأمين بنى تحتية لخلق مصادر تمويل إضافية للموازنة، إضافة إلى عدم توفير بيئة عمل مناسبة لتأمين مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الأموال الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، ما أدى إلى هجرة رؤوس الأموال العراقية وتوقف النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، كما أن معدلات البطالة ارتفعت إلى أكثر من 30% ونسبة الفقر إلى 25%، وهما مؤشران سلبيان على تفاقم أزمة الاقتصاد العراقي. صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له عن العراق قال إن اقتصاده دخل مرحلة الخطر وأن ديونه الخارجية ستتجاوز 133 مليار دولار في العام 2022، لكن هذا الوضع الاقتصادي لم يمنع الحكومة من وضع بند خاص باسم خدمة المذهب وتخصيص 200 مليار دينار له. أما المحافظات المستعارة التي دمرتها الحرب فلم تحظى بأي تخصيصات لإعادة إعمارها. حكومة العبادي قالت إن معركتها القادمة ستكون مع الفساد الحكومي بعد الانتهاء من معركة الإرهاب، لكن ثمة تشكيكا كبيرا من قبل حتى شركاء العباد السياسيين بفرص نجاح الرجل بهذه المهمة، لأن حيتان الفساد الكبيرة هم أركان حزبه أنفسهم. نتحول الآن إلى عمان لنشرك معنا الدكتورة هدى بالكبيسي الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. مساء الخير دكتورة هدى. أهلا، مساء الخير. أهلا. الأزمة الاقتصادية الحالية في العراق لو شرحناها بلغة الاقتصاد والأرقام ماذا تعني؟ نعم، يعني قد تبدو الأمور واضحة جدا، أن العمليات العسكرية والقضاء على داعش والإرهاب وكل ما تفضل به السادة الحضور وما استمعنا إليه في تقاريركم، هذا كله تصب على النمو الاقتصادي في العراق، وقد بدأ ذلك واضحا في عام 2017 حسب التقارير الدولية للبنك الدولي بأنه سجل نموا سالبا بلغ ناقص 3%، بالمقارنة مع 2016 بلغ حوالي 10%، وهذا يجرنا إلى أن يجب أن نلاحظ القطاعات الأخرى وكيف كان فيها عملية النمو، حيث في قطاع الزراعة 0% وفي القطاع الصناعة سالب 2% وفي قطاع الخدمات سالب 4%. كل هذا يصب في ميزانية 2018 التي بدأت واضحة في انخفاض قيمتها التقديرية حيث تبلغ 71 مليار دولار تقريبا حسب الموازنة الافتراضية الآن، لأن إلى حد الآن لم تشرع، بالمقارنة مع 2017 كانت 85 مليار دولار وفي 2016 كانت حوالي 95 مليار دولار، وهذا يشكل أنه الدولة تعاني من أزمة مالية خانقة وبالتالي لا تستطيع أن تحل المشاكل بهذا الشكل. إضافة إلى ذلك أن سعر النفط قد تم احتسابه على حوالي 43 دولار للبرميل، وبالمقابل صندوق النقد الدولي يشير إلى أنه حتى العراق أن يحل مشاكله الاقتصادية ويتغلب عليها يجب أن يعمل على بيع سعر البرميل ب 56 دولار. إذن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة كيف نستطيع أن نصل إلى هذا الرقم، بينما هو الرقم الموضوع هو 43 دولار. وماذا لو لم يصل دكتورة هداب، وماذا لو لم يصل سعر البرميل إلى هذا المستوى المطلوب لإحداث نوع من الانتعاش في الاقتصاد العراقي؟ كيف يمكن أن نقرأ الحاضر ونستشرف المستقبل؟ هنا
تكمن هنا تكمن نعم المشكلة، هنا تكمن هذه المشكلة، حيث يجب أن نفكر دائما في كيفية أن نعزز هذه المعابر الحدودية التي نستطيع أن نحصل منها على مليارات الدولارات، وبالتالي أيضا يجب أن نفكر في عملية استيراد العراق. في 2017 العراق استورد زيت الغاز ب 6 مليار دولار، بنزين 12 مليار دولار، نفط أبيض 850 مليون دولار، غاز سائل مليار، هذه كلها يجب أن يصار إلى تقليصها والتفكير في كيفية العملية على الاستفادة من المشتقات النفطية وتحويلها والعمل على المصافي وبناء هذه المصافي وترجئها حتى نستطيع احنا نقوم بهذه العمليات، وليس العملية الاستيراد من الخارج، حتى نستطيع ان نحل مشكلة لولا اذا لم يصل سعر النفط الى 6. دكتورة هداب، انت تعرفين في حقبة المالكي، حقبة المالكي وخاصة في الدورة الثانية، الميزانية العراقية كانت انفجارية 160 مليار دولار بسبب أن سعر النفط تجاوز 100 دولار، ومع ذلك لم يطرأ أي تحسن حقيقي على الواقع أو الوضع الاقتصادي في العراق. القضية أكبر من جباية الضرائب عن طريق الحدود أو إيقاف مادة مستوردة من الخارج، القضية أكبر كما يقول خبراء الاقتصاد طبعا. تمام صحيح. هذا أيضا يعودنا إلى موضوع آخر هو الفساد. فالفساد لدينا في العراق بكل أشكاله، فساد سياسي، فساد مالي، فساد إداري، فساد دولي وفساد محلي. هذا كل أنواع هذه الملفات كلها يجب أيضا أن يتم النظر بها، لأن هذا الفساد وصل من ورائه أكثر من 500 مليار دولار. إذا لم تستطيع أن تقوم بشيء تجاه هذا الفساد سوف لن تحل هذه المشكلة. زد على ذلك بالأرقام التي ذكرتها أن سرقات النفط التي تحدث يوميا من نفط بصرة 7 مليارات سنويا، من إيران سرقتها للنفط العراق بمقدار 17 مليار دولار سنويا. النزاهة البرلمانية حددت أنه 90 مليار دولار من النفط تهريبه ومشتقاته في خلال 5 سنوات، 90 مليار دولار. هذه الأرقام كلها يجب أن يتم السيطرة عليها والقيام بها. وهذه نقطة مهمة، أنا أشكرك. نسأل دكتور رافع، دكتور إذا كان الفساد هو الحل الأعظم لمشكلة الاقتصادية في العراق، الأزمة الاقتصادية في العراق، هل تتوقع أن الطبقة السياسية مستعدة أن تتخلى عن مكاسبها ومغانمها، طبعا تحت لافتة محاربة الفساد، مستعدة أن تذهب بهذا الاتجاه لإنقاذ العراق اقتصاديا؟ أبدا، هذه بعيدة عن حتى عن تفكيرهم، عن توجهاتهم، عن الإطار الحاكم. أريد أن أقول أن الاقتصاد العراقي من عام 2003 لحد الآن يعاني من تشوهات كبيرة. الآن الاقتصاد العراقي، مع احترامي للدكتورة التي تحدثت وهي اقتصادية، انتقل من الانكماش الحاد إلى الكساد. الآن لدينا كساد في العراق. العراق باعتراف وزارة التخطيط تقول هناك 38% من العراقيين فقراء، 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر، 4 ملايين عاطل عن العمل. 60% من العراقيين عاطلين عن العمل. هناك كارثة كبيرة، الاحتياط النقدي العراقي من 160 مليار دولار، ثلثي الاحتياط النقدي العراقي من العملات الأجنبية قد ذهب الآن، أقل من 40 مليار دولار الاحتياط النقدي، أين ذهب؟ هذه كارثة كبيرة. لدينا مصيبة كبيرة بالعراق، تضخم ارتفع بشكل كبير جدا جدا، الناس غير قادرة أن، يعني لا توجد سياسة نقدية طبيعية، هناك سياسات عشوائية في التعامل مع الاقتصاد، هناك بيع للعملات في السوق السوداء، هناك السوق السوداء من يتحكم بالاقتصاد العراقي. أريد أن أقول أيضا استيرادات العراق، حجم التبادل التجاري مع إيران فقط أعطي مثال أكثر من 30 مليار هذه السنة. ماذا نصدر نحن إلى إيران؟ كل التصدير الآن لدينا، اقتصادنا يعتمد على النفط ريعي، ليس لدينا لا صناعة ولا زراعة، الآن كل مستوردات. العراق بلد مستورد، يستورد كل شيء، فواكه والخضر والأدوات كلها يستوردها. العراق بلد مستورد مستهلك فقط، الشعب العراقي شعب مستهلك فقط. هناك أموال تأتي من بيع النفط تذهب إلى عجلة الفساد أولا، وما يبقى منها لمشاريعهم الخاصة والمشاريع الوهمية. لدينا موازنة سنوية يتحدثون عن استثمارية وتشغيلية، استثمارية غير موجودة، تشغيلية فقط موجودة، موازنة تشغيلية فقط، وهذه التشغيلية تذهب إلى رواتب، يتفاخرون بأن لدينا 6 ملايين موظف
هذه كارثة كبيرة، هذا ترهل في الدولة، هذا كله يصب في الاقتصاد المنهار المشوه. بالتالي من يتحمل هذه السياسات الاقتصادية المشوهة هي الحكومة التي رسمت هذه السياسات. دكتورة هدى، أيضا معدلات البطالة في العراق ارتفعت إلى أكثر من 30% ونسبة الفقر إلى 25%، طبعا وفق تقارير وإحصاءات وزارة التخطيط، وطبعا هناك 4 ملايين عاطل، وهما مؤشران سلبيان على تفاقم أزمة الاقتصاد. أيضا بلغة الاقتصاد، لماذا هم مؤشران سلبيان؟ ما هو التأثير السلبي لهذين المؤشرين على الاقتصاد العراقي؟ نعم، قد أضيف إلى زيادة نسبة الفقر إلى أكثر من 30% في الجنوب، وأيضا المناطق التي سيطر عليها داعش هي أكثر من 41%، وقد تصل أيضا نسبة البطالة إلى أكثر من 50%، وهذا كله يعود إلى الفساد الذي تحدثت عنه. نعم. هذا الفساد الذي أخذ مختلف الأشكال ومختلف القنوات، من كونه سياسي إلى مالي إلى إداري وإلى آخره، كل هذا صب في هذه العملية. هذا يصب أيضا في النتيجة النهائية إلى أن سيؤثر هذا ذلك كله على النمو الاقتصادي، حيث إذا ما علمنا أن نسبة المديونية إلى النمو الاقتصادي الذي نعبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي، نعم، هو 60%. نعم. وبالمقابل ذلك طلب من عندنا صندوق النقد الدولي حتى أنه نسير بالعمليات التي هو طالبها من العراق، يجب أن يخفض هذا الرقم إلى 33. فكيف لك أن تخفض هذا الرقم إلى النصف؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحن نعلم أن لدينا بطالة مرتفعة جدا، وهؤلاء لا يشكلون قوى شرائية، وأنت لا تستطيع أن تنهض باقتصاد كاقتصاد العراق أو أي دولة أخرى دون أن يكون هنالك قضاء على البطالة وعلى الفقر. ولذلك نعتبر هذين النسبتين هي مهمة جدا في تحديد المؤشرات التي يجب أن ينظر إليها العراق، التي أيضا ساهمت فيها مؤشرات أخرى بالظهور، هو كالتضخم حيث ازداد في 2017 عن 2016. مجمل هذه العمليات أدى إلى تراجع كبير جدا في الاقتصاد العراقي، ومثل ما ذكر الدكتور ضيفك في الاستوديو أنه نعم. تحول الاقتصاد العراقي إلى كساد، من انكماش إلى كساد. وكما ذكر أيضا تقرير صندوق النقد الدولي أنه دخل مرحلة الخطر الجدية. شكرا للدكتورة هدى الكبيسي، أستاذة العلوم الاقتصادية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. دكتور عبد الحكيم خسرو، في دقيقتين أو ثلاث، هل ترى أن الحكومة أو الطبقة السياسية تعي حقيقة وخطورة هذه الأزمة الاقتصادية الآن التي تضرب فيها العراق، إن لم يكن يعني حاضرا على الأقل في المستقبل؟ يعني تم تأثيرات كبيرة واضح. يعني بالتأكيد الأزمة الاقتصادية، ربما السيد حيدر العبادي هو أكثر الذين يفهم طبيعة الأزمة الاقتصادية الموجودة بالعراق، وأيضا أحد أسباب تراجع الحكومة الاتحادية في وقتها عن الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان لدفع ميزانية إقليم كردستان كان هو لصرف هذه الميزانية للمناطق الأخرى من العراق، وبالتالي ترك إقليم كردستان يعتمد يعني إجراءات ترقيعية طبعا للتأكيد الاعتماد على إيرادات النفط في إقليم كردستان فقط، أما في العراق فيعتمدون على إيرادات النفط، على القروض الدولية، على السندات والتي هي أيضا ديون، ومن ثم أيضا احتياطي البنك المركزي. كل هذه المصادر هي مصادر الدولة العراقية، وبالتالي يتفاخرون بأنهم يستطيعون دفع الرواتب، وإقليم كردستان يقوم بدفع ربع الراتب أو نصف الراتب. هذه نقطة. النقطة الأخرى، ما زالت الكتل السياسية بدافع الحصول على الأصوات تقوم بإضافة امتيازات أخرى، ومن ثم زيادة الميزانية التشغيلية التي أشار إلى الأستاذ أنه هذه إشارة غير صحيحة، باعتبار أنه يعني نوع من الرشا. يعني بالتأكيد باعتبار أنه ميزانية الدولة العراقية وبالتالي إيرادات الدولة العراقية، إذا كان هناك الحصول على المزيد من الامتيازات من الدولة، هذا معناه بأنه سوف نقوم بتأسيس أو نستمر على أساس الدولة الريعية، باعتبار العراق هي دولة ريعية. أما إذا كان هناك إرادة حقيقية لإعادة
بناء سياسة اقتصادية. هذه السياسة تعتمد على التنمية الشاملة في كافة المجالات، وهذا معتمد حقيقة على مسألة حل الإشكاليات السياسية الموجودة، وجود حدود محددة لما يتعلق بكيفية التعامل مع الاقتصاد في الحملات الانتخابية والحملات السياسية، وجود برنامج محدد حول هذا، والشفافية. لحد الآن الحكومة العراقية حكومة غير شفافة في هذه المسألة. لحد الآن لم تقل لنا الحكومة الاتحادية كان لديها 80 مليار دولار في عام 2014، الآن لديها أقل من 40 مليار دولار. 40 مليار دولار تم تخصيصها للرواتب في المناطق الأخرى من العراق، أخذوا من الميزانية الاحتياطي، وبالتالي الأزمة الاقتصادية أتصور هي مع العلم. إبراهيم الجعفر يقول نحن أصحاب الشفافية، يعني بالتأكيد إذا كان هذه حالة العراق. شكرا. إذا المشاهدين الكرام، في ختام هذه الندوة الخاصة التي بحثت في الوضع في العراق في المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والنازحين والمعتقلين، لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفنا هنا الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، وكان معنا من عمان الأستاذ وليد الزبيدي الباحث السياسي، وأيضا العقيد الركن حاتم الفلاح المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، وكان معنا من لندن صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب، وأيضا من أربيل دكتور محمد عبد القادر محمد منسق عام منظمة أم القرى للأعمال للإغاثة الإنسانية، وأيضا من عمان دكتورة هداب الكبيسي الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. حتى نلتقي في ندوات خاصة، في أمان الله.